وزارة الداخلية أطلقت المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بتستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 70 لأعياد الشرطة وتحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد، والتي يأتي إطلاقها تأكيداً على الثوابت الاجتماعية في الاستراتيجية الأمنية، وتهدف إلى توفير السلع المختلفة ومنها الاستراتيجية بأسعار مخفضة. المبادرة التي جاء إطلاقها بعد تنسيق واجتماعات مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والكيانات الصناعية توفر السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 60% وبجودة عالية بفروع السلاسل التجارية المشاركة على مستوى الجمهورية، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كل الأقسام موجود فيها خصومات بتوصل ل 50 و60% خلال فترة المبادرة، ودائما بنوجه الشكر للسيد الرئيس على المشاركة الفعالة مع الشعب المصري في تخفيض الأسعار بشكل مستمر على مستوى السنة. أسعار كويسة في المتناول ومتوفرة، وإن هي دايما ومستمرة لحد دلوقتي حاجة كويسة، وأسعار كويسة جدا لنا بصراحة، بالذات في السلع اللي هي زي الزيت والسكر، الرز، المنتجات دي فعلا أسعارها كويسة جدا. المبادرة دي وفرت احتياجات ناس كتير بأسعار مخفضة ومنتجات جودتها عالية في متناول للجميع. وقد شهدت السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على تلبية احتياجاتهم في ظل وفرة المعروض وجودته وانخفاض أسعاره مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. بجد احب اشكر قوي الرئيس واقول كل مصر كل سنه وانتم طيبين، مثبت عيد الشرطه. وعايزه اقول للرئيس برضو ان احنا بجد المبادره دي مخلياني انا اكتر مكان باجي فيه هنا احسن اسعار بلاقيها اصلا في مكان هنا. النهارده الاسعار فعلا جميله جدا، واحنا خدنا حاجات كتير يعني، وبقول للشرطه كل سنه هم طيبين ودايما يا رب في ازدياد، والبلد في خير دايما، وربنا يعين الرئيس على البلد وربنا يقويه. كل سنة ومصر كلها بخير بمناسبة عيد الشرطة، كل سنة وكل ضباطنا بخير. كما تم إقامة عدد من السرادقات بمختلف المحافظات بغرض عرض المنتجات المشاركة في المبادرة سواء غذائية أو صناعية وبنسب التخفيض المعلن عنها. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد ونبقى جنبك للنهاية. مديريات الأمن قامت بالتنسيق مع كبار التجار والموردين وأصحاب الكيانات الصناعية الكبرى كل بنطاقها بهدف إتاحة السلع بمختلف أنواعها بأفرع السلاسل التجارية بأسعار مخفضة ليستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين، إضافة إلى سيارات متنقلة بالميادين لبيع تلك السلع بذات التخفيضات. وفي إطار مبادرة كلنا واحد وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات مجانية تحتوي على سلع غذائية أساسية، وذلك على قاطين حي الأسمرات إحدى المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتهدف تلك المساعدات إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين هناك ودعمهم. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. وتؤكد مبادرة كلنا واحد منذ إطلاقها انحيازها التام لاحتياجات المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، وهو هدف وزارة الداخلية منها. وهنبقى جنبك للنهاية.